على مدى حلقتين هالأسبوع والأسبوع الجاي رح تعيشوا مع ضجوفة ومعي صراع صعب بين العقل والقلب، خصوصاً لما القدر يقرر إنه يتدخل ويخربط مصير ويحط الكل قدام استحقاق أصعب. سامر، تانيا، خالد، أمال، جورج، ميزا وفداء، الأقدار بتشابك وبيبقى الخيار واحد، سؤال واحد، العقل أو القلب. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.